20 يعني 2020. طيب شو خلي يجونا يقولون لنا شنو قدموا فائده للمواطنين؟ شنو التشريعات اللي خدمت الناس؟ شنو التشريعات اللي خدمت المواطنين في هذيك الفتره؟ ما في شيء، كل التشريعات تصب في مصالح فئه معينه ومجموعه معينه ومهمله السواد الاعظم والشعب الكويتي كله مهمل. شنو حققوا لمستوى المعيشي للمواطن اللي اليوم قاعد يعاني؟ شنو اضافوا له؟ هاي المجالس اللي السابقه احنا كانت كل هذه الهموم المواطنين سواء على المستوى المعيشي ويعني حتى على مستوى انا يعني طلبت في ذلك وفي استجابه يعني طيبه من الحكومه بزياده الرواتب او المساعدات متلقي المساعدات الاجتماعيه، يعني راتب 560 دينار ما يكفي، انا اعتقد ان هذا الراتب لا يقل المفروض عن 800 دينار لربة البيت او للمطلقه او يعني لمتلقي جميع المساعدات الاجتماعيه. اليوم الحياه تختلف، اليوم الحياه قلاء المعيشه اليوم يعني قلاء كبير، فبالتالي ما في هاي المجالس السابقه ما راعت هذه الفئات ولا راعت المتقاعدين ايضا اللي رواتبهم اقل من 1000 دينار، شنو سووا لهم؟ انا متاكد ان بكره راح يجي بعض النواب اللي كانوا ماسكين المجلس، كانوا ماسكين مسيطرين على المجالس السابقه، ويقول نبي المتقاعدين ونبي 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 نسوي، واحنا دائما بصف المواطن بصف المتقاعدين. اوكي، اذا قالوا اذا صف احنا دائما مع المتقاعدين، احنا اللي راح نقوله اصلا مو هم اللي راح نقوله. احنا اللي راح يعني تكون زمام المبادرة عندنا، لازم مراتب المتقاعد لازم يكون يعني راتب يكفي ويكفي اسرته، ما يصير راتب واحد عنده ياخذ 600 دينار 700 دينار في هالوقت هذا، وين يوديها؟ ايش تعيش هذه؟ ما تعيش حتى 15 يوم. فبالتالي الحكومة مطالبة بالنظر في هذه الفئات ونظر في مستوى المعيشة، يعني لابد ان يكونون الناس ان شاء الله يعني في بلد ثري وغني مثل الكويت لابد المواطنين ان شاء الله يحسون بعدم العوز وعدم